تفريد الأمارانتس صالون 128 زي ما احنا شايفين. ده هرمون تجدير ريدي كانت زي ما احنا شايفين كده. عندي أزمة في الصورة فبضطر إن أنا أزع في الصواني دي، المطلوب أزعفها بذرة مباشر، بس ممكن أقبل البرد إن أنا أستفيد منها إن أنا أزرع بالشكل ده وأبدأ إن أنا أزرع في الأرض المستديرة خلال أسبوع إن شاء الله. دي بقى من العقل التسبيشيا او الهيبسكس، اهم انواع الهيبسكس تسبيشيا في العقلة هي دي التسبيشيا. نرجع تاني للامرانتس. دي طبعا الصواني، صواني التشتيت دي قد هو الكبيرة. زراعة الأمرانتس الأحمر، لأن في أمرانتس أخضر.